أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي محمد الشامسي وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد الشمسي. الرئيسة التنفيذية لمجموعة موانئ أبو ظبي وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد المطوع رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبو ظبي والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومن الجانب المصري السيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبو ظبي لا في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ حيث أعرب السيد محمد الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقاومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا مثمنا ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومضطرد خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الاساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات ودعم حركة التجارة الاقليمية والدولية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد في هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الامارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات. والحرص على مواصله التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والاماراتي الشقيقين